أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام، يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018. هذا المؤتمر الذي يستمد أهميته من الدور الاستراتيجي الذي يطلع به ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة. بداية أهنئ أخي وزميلي سعادة الأخ مايد مسمار لترأسي لهذا المؤتمر. لقد عرفته رجل المهمات الصعبة، وأنا على ثقة من أنه سيقود دفة المؤتمر لبر الأمان، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في رئاسته لأعمال هذا المؤتمر. عندما انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1972، لم يكن قد مر على تأسيسها سوى أشهر قليلة، ونحن اليوم بعد 46 عاماً من ذلك التاريخ، وبينما نحتفي بعام زايد باني نهضتنا ومؤسس اتحادنا، فأننا ندرك أكثر من أي وقت مضى الرؤية الحكيمة والمتبصرة التي كانت وراء ذلك القرار، وما تلاه من مشاركة نشطة وفاعلة في فعاليات الاتحاد على امتداد مسيرته، ونحن اليوم أكثر إصراراً على الاستمرار في هذه المسيرة. السادة الكرام، لأن استشراف المستقبل كان على الدوام جزءاً لا يتجزأ من مسيرتنا، فقد أصبح لدينا اليوم وزير دولة للذكاء الاصطناعي يرأس مجلساً وطنياً للذكاء الاصطناعي، ولدينا اليوم استراتيجية وطنية للثورة الصناعية الرابعة، ولدينا أيضاً استراتيجية للذكاء الاصطناعي تمثل حجر الزاوية في خطة مئوية الإمارات لعام 2071، وتهدف من بين أمور عديدة إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031. كما اعتمدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية للتعاملات الرقمية البلوك تشين تقضي بتحويل 50% من التعاملات الحكومية إلى منصة البلوك تشين بحلول عام 2021، بما يوفر على خزينة الدولة نحو 11 مليار سنوياً. أما البنية التحتية للاتصالات فقد أطلقت الهيئة العامة لتنظيم القطاع الاتصالات خطة مشتركة مع القطاع الخاص لتطوير شبكة الاتصالات لتتواكب مع التقنيات الجديدة وخدمات النطاق العريض، وذلك تأسيساً لعصر الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبيانات الضخمة. وفي هذا الصدد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في مؤشر تغطية شبكة الألياف الضوئية، وكذلك حققت المركز الأول في تغطية شبكة الهاتف المتحرك وإنترنت النطاق العريض المتنقل، كما حققت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكفاءة الحكومة في التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول المنطقة في إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري، والتي تهدف من خلاله إلى تلبية متطلبات الخدمات والتقنيات الجديدة الناشئة مثل إنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار وأنظمة النقل الذكية وكذلك الخدمات الذكية. السيدات والسادة، لأن طموحاتنا لا سقف لها، فقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة البرنامج الوطني للفضاء الذي يتضمن إعداد رواد فضاء إماراتيين وخطة لمئة عام تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول عام 2117، والوصول بمسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ في عام 2021 تزامناً مع الذكرى 50 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد احتفلنا قبل أسابيع قليلة
باختيار أول رائدي فضاء إماراتيين للانطلاق إلى الفضاء الخارجي في أبريل المقبل لتنفيذ مهمات علمية تسهم في خدمة الإنسانية جمعاء، كما احتفلنا جميعاً اليوم بإطلاق القمر الصناعي خليفة سات ليعانق الفضاء. إننا اليوم إذ نسابق الزمن لحجز مكان لنا في مسيرة صنع المستقبل، نشعر أكثر من أي وقت مضى بأهمية التعاون الدولي عموماً وبالقيمة الاستثنائية لمؤتمركم الكريم هذا، لكي يحدد معالم الطريق لمستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.